بلادي ظلموني. وهذا خطأ. الجمهورية الجزائرية حررها الجميع ويبنيها الجميع. تحية الجزائر. تحية الجزائر. هذا ضد العهدة. وهذا قادة الثورة. يجيبوا الثورة وراهم. يعني تضد العهدة الخامسة عمي. ضدها 200%. ألف بالألفين. دفاع من الحاج ولد ملكية. المطلب الأساسي والأهم في هذه المسيرات هو إسقاط النظام، وليس إسقاط النظام ككتلة فقط، وإنما إسقاط النظام وهو عبارة عن مشروع تغريبي، عبارة عن مشروع لإسقاط الجزائر. نحن لا نريد إسقاط الجزائر كدولة ككيان، وإنما نطالب بإسقاط النظام الفاسد الذي حكم الجزائر منذ الاستقلال. كذلك ننوه إلى نقطة مهمة، وهو الحذر ثم الحذر ثم الحذر من الدولة الموازية التي تمارس مخططات صهيونية في هذه اللحظة. ورسالتي إلى الشباب الذي يخرج في هذه المسيرات، يعني كاعتراف، أنا كنت من هذه المسيرات، لكن اليوم الحمد لله بعد جمعة 22 فبراير والجمعة التي تلتها في 1 مارس، هو الشباب اليوم يثبت أنه قادر على حمل الرسالة وقادر على إيصالها إلى أبعد مدى. لذا نؤكد على أن تكون سلمية والحذر ثم الحذر من الاستفزازات. لا تستسلموا لاستفزازات أي شخص كان وأي مسؤول كان. والسلام عليكم ورحمة الله.